كي لا ننسى، هي تطلق مشروع بعنوان لاجئة تستطيع، وأيضا هناك هذه الجمعية في مخيم جنين أيضا تطلق عدة مشاريع تهتم أيضا بالغزيات وأيضا باللاجئات الفلسطينيات في أنحاء الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة. إذن مباشرة للحديث حول هذا الموضوع، يسعدني مباشرة أن أرحب بالسيدة فرحة أبو الهجاء رئيسة جمعية كي لا ننسى النسوية في مدينة جنين. سيدة فرحة، أهلا ومرحبا بك معنا عبر وطن. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكم كافة المستمعين والمشاهدين على مستوى وطننا الحبيب فلسطين. أهلا بك. يعني اسمح لي بداية أنه نضع المستمعين والمشاهدين في صورة حول مؤسسة كي لا ننسى، احكي لنا شوي عن هاي المؤسسة. كي لا ننسى انطلقت من كلب معاناة مخيم جنين على أثر اجتياح مخيم جنين بال 2002، واللي الجميع بيعرف قديش كانت المعركة حمية الوطيس وقديش كان في خسائر بين الفلسطينيين، سواء الشباب اللي استشهدوا أو العائلات اللي تدمرت أو الشباب اللي ما زالوا في سجون الاحتلال، وكان في أضرار كثير جسيمة أثرت على المجتمع الفلسطيني في المخيم بالذات على النساء والأطفال. من هون كان في حاجة ماسة للانطلاقة بجسم يعني يكون مناصر وداعم وللنساء اللاجئات في مخيم جنين. ولدت من قلب المعاناة وما زالت المعاناة مستمرة، يعني ما نلحق ننتهي من معاناة إلا بيكون في معاناة بشكل أصعب وبشكل أوسع وفي أضرار أكثر. فكي لا ننسى هي بتشتغل مع النساء والأطفال في مخيم جنين، والآن هي وسعت نطاق عملها واستهدفت النساء اللاجئات في 10 مخيمات على مستوى شمال الضفة الغربية. يعني أيضا أطلقت يعني أبرز مشروع. برامجنا يعني أبرز برامجنا هي بتركز على الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال ونساء مخيم جنين. عندنا برنامج له علاقة بتعزيز دور النساء في الحياة السياسية، اللي تكون المرأة قادرة إنها تنتخب، إنها تشارك، إنها تكون بموقع المسؤولية وما يكون دورها دور إغاثي فقط، لا اليوم تطور دورها إلى مراحل مختلفة. كمان بنركز على الحقوق الاقتصادية للنساء اللاجئات وقديش في وعي بهذا الموضوع بحيث يكونوا قادرات على الاندماج في سوق العمل بشكل حقوقي وبشكل منطقي وبشكل يكون في ضمان لحقوقهم كنساء لاجئات. بنفس الوقت احنا بنشتغل مع الاطفال في عندنا برنامج اطفال ما بعد المدرسه، لانه بنركز كثير على الحياه التعليميه ومهم جدا انه الاطفال يكونوا داخل المدارس، وفي ظروف كثير صعبه بتواجه الطلاب بهاي المرحله، وبالسنوات السابقه كان في كثير من المشاكل اللي تمنع وتحد من وصول الطلاب الى المدارس. يعني حاليا يمكن الكل بيعرف قديش الوضع صعب في مخيم جنين، اقتحامات مستمره، اقتحامات متكرره، اقتحامات لعده ساعات او لعده ايام، الحصار اللي بيصير على المخيم، يعني في مرات كانوا الطلاب في المدارس، في الحضانات، في الروضات، فالظروف كثير يعني بتعيق انه يكون في عمليه تعليمية يعني يعني محمية، فالطلاب هم مش محميين، فبالتالي كي لا ننسى بتاخذ على عاتقها انها تتابع الاولاد في دروسهم في المهام اللي لازم تكون عليهم على اساس انه ما يكون في هناك بعد يعني كبير لدى الاطفال للمناهج التعليمية. يعني سيدة فرحة، ايضا تحدثنا عن اطلاقكم لمشروع صوت النساء اللاجئات، خلينا نحكي شوي عن هذا المشروع، متى اطلق، ايش الهدف منه، يعني ضعينا يعني في تفاصيل هذا صوت المشروع. النساء اللاجئات يعني هو يعني يعني ما كانش هو من عبث، يعني ما اجى عبثا، هو كان ضمن سلسله مشاريع تم تنفيذها سابقا، واحنا استمرينا لانه شفنا في احتياج حقيقي انه نركز على النساء اللاجئات ويكون في عندهم مساحه امنه انهم يعبروا عن حالهم، عن حقوقهم، انهم يكونوا قادرات انهم يتبوأوا مراكز قياديه ورياديه في مناطقهم. وبالتالي يعني صوت النساء مهم انه يكون واضح، وهذا الشيء بده يعني يكون بالتعاون وبالشراكه، واحنا فعلا خلقنا نوع من الشراكه ومن الضغط على دائره شؤون اللاجئين على السلطه الوطنيه، انه من المهم جدا ان نطلع على النساء اللاجئات، ان نحصل الحقوق اللي لازم تاخذها هاي النساء وخاصه الحقوق السياسيه. اليوم نشتغل على انه كثير مهم انه ينعرف الدور الحقيقي للنساء اللاجئات اللي هم عضوات في اللجان الشعبيه، لانه اليوم يعني اللجان الشعبيه هي بتشكل مظله حقيقيه
لكل أهالي المخيمات، في كل مخيم في لجنة شعبية، في عضوتين من الستات هم أعضاء في اللجنة الشعبية، ولكن النساء يعني إحنا بنشتغل على يتطور قدراتهم، تتطور شراكتهم، يكون وجودهم حقيقي، يكون وجودهم ضاغط على تمرير بعض القرارات والحقوق السياسية. ما بدنا نساء في اللجان الشعبية هم مجرد أرقام في لجنة، ونكون في لهم دور مش بس إغاثي أو اجتماعي، لا، يتحول لدور سياسي ولدور حقيقي في صناعة القرار الفلسطيني، لأن المرأة هي الفلسطينية منذ سنوات طويلة، من 48 لحد هذا اليوم، هي تدفع ثمن من حياتها، ومن سواء هي بتقدم نفسها أو ابنها أو زوجها، وبالتالي هي ما بتأخذ حقوقها ولا بتأخذ الموقع اللي لازم تكون فيه. من خلال المشروع احنا بنحاول نخلق جسم قوي، جسم قادر انه يعبر عن حقوقه، قادر انه يكون شريك حقيقي مع الرجال اللي هم في اللجان الشعبية او بدائرة شؤون اللاجئين او باي موقع، وانه يكون كمان في ضغط على الخدمات اللي بتقدمها وكالة اللغات بحيث تكون منصفة للنساء وبتلبي احتياجات النساء، وما يتم تهميش النساء، وما يكون في يعني امكانية لانهم يكونوا معاهم بهاي القضايا اللي بتم تنفيذها في المخيمات. فهذا الجزء يعني هو يحتاج لفترة من التدريبات، من الورشات، من اللقاءات، من الطاولة المستديرة اللي بتناقش كل هاي الاحتياجات على يعني أطرها. راح يكون في ميثاق يصدر لدائرة شؤون اللاجئين ومناقشته، على أمل إنه يكون في تغيير وتعديل على القوانين والأنظمة اللي بتخص النساء. ومن هون كنت كمان ست فرحة يعني بدي أسألك إن كان هناك أي تعاون مع المؤسسات، هل هناك أي مؤسسات معينة أنتوا بتتعاونوا فيها؟ وإيش كمان عن الفئات المستهدفة، هل هي تقتصر فقط على النساء أم أيضا هناك استهداف للرجال؟ المشاريع اللي حاليا نشتغل عليها هي بتستهدف النساء، ولكن بطريقة غير مباشرة بتم التعامل والتشارك مع الأعضاء اللي هم الرجال في اللجان الشعبية، ولكن التدريبات هي بتتم للنساء على اعتبارهم أكثر احتياجا وأكثر يعني رؤية لواقعهم ولظروفهم. بالنسبة لشراكتنا طبعا هي المشاريع اللي نشتغل فيها مع النساء اللاجئات هي من صندوق النسوي الإفريقي، هي من الكنديين، هي من عدة مؤسسات سواء دولية أو محلية، وبالتالي شراكتنا هي بتكون مع اللجان الشعبية بكل مخيم، بكون مع دائرة شؤون اللاجئين، بكون مع مؤسسات غير حكومية موجودة بتشتغل على نفس المعايير. طبعا احنا يمكن توجهنا كان لهي القضايا وبالذات النساء اللي في اللجان الشعبية، لأنه في تهميش لهي الفئة. إذا بتطلع أنت بتشوف أنه في كثير مشاريع تقدم للنساء اللي هم عضوات في الهيئة المحلية، من تدريب، من توعية، من كل الاحتياجات، ولكن النساء اللي هم عضوات في اللجان الشعبية والنساء أصلا بشكل عام اللاجئات يعني ما بتم استهدافهم بشكل مباشر وبشكل حقيقي ومبني على احتياجاتهم. هناك يعني مؤسسات أهلية بتشتغل بشكل عام ودون التركيز على هاي القضايا، فمن هون كي لا ننسى كونها بتشتغل في مخيم جنين، كون النساء هم اللاجئات أقدر على تقدير وضعهم واحتياجاتهم وظروفهم. من هون انطلقنا من مخيم جنين إلى 10 مخيمات على أساس إنه يكون في توسيع للدائرة، وإن شاء الله كمان بغزة بس الأمور تتحسن والظروف تكون قادرين إنه ننفذ مع النساء اللاجئات اللي في غزة، لأنهم كمان ظروفهم صعبة ومعقدة وحاجة ماسة للدعم وتعزيز دورهم في الحياة السياسية. نعم يا سيدة فرحة، لربما أيضا عند كل إطلاق مشروع هناك أيضا صعوبات وتحديات لربما تقف هي حجر التعثر أمام كل شيء، يعني اليوم هل هناك أي تحديات وصعوبات تواجهكم أنتم؟ يعني اكيد احنا كمؤسسه اهليه احنا كمان يعني مهم جدا انه المجتمع المحلي يكون عنده قناعه بشغلنا، ويمكن في البدايه كان في صعوبه ان نستهدف النساء او حتى العضوات يمكن انهم يستوعبوا شو الدور اللي احنا بنقوم فيه، وهذا كان تحدي كبير انه وصلنا لعقليه الرجال والنساء انه يتقبلونا بهاي الافكار الجديده اللي ما حدا اشتغل عليها سابقا. فمن الصعوبه يعني بالبدايه باي مشروع انت تشتغلي فيه انه المجتمع المحلي يكون مقتنع، الناس اللي هم بمواقع شغل القرار يكونوا مأمنين بأهمية الشراكة وبأهمية هاي المشاريع وبأهمية هاي التدريبات. يعني الأمور الوضع السياسي الغير آمن يعني على مستوى كل المخيمات هو تحدي كبير بواجهنا، مرات كثير نقدرش نوصل لنابلس أو لطول كرم أو للفارعة، فيعني إشكالية الاحتلال وتواجده وهاي الصعوبات هي مش بس على كل المؤسسات اللي بتشتغل على
مستوى الوطن. يعني أنا برأيي إنه التحدي الأكبر هو الاحتلال، بقية التحديات بالنسبة لنا عادية وطبيعية وقادرين نتجاوزها. وبتخيل إنه كل ما إحنا وسعنا دائرة شركائنا بكون عندنا قدرة أكبر على إنه نتحدى هاي الظروف وإنه ننطلق لمساحات أوسع ونوفر مساحات آمنة حقيقية للنساء ليعبروا فيها عن حياتهم وعن ظروفهم وعن احتياجاتهم. نعم، اسمحي لي أختم معك سيدة فرحة برسالة المؤسسة ورؤيتها أيضا اللي بتسعى لتحقيقها خلال الأيام القادمة والسنوات القادمة أيضا. يعني رسالتنا بكي لا ننسى إن أهمية وضرورة وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، أهمية وضرورة يكون في دور فاعل وهو مش دور إغاثي ولا دور اجتماعي، هو دور سياسي في تغيير واقع النساء اللاجئات. لأنه بالمحصلة إذا لم يتم توعية النساء وتقويتهم وتعزيز دورهم رح تضلها الحياة السياسية وباقي مناحي الحياة فيها تعطيل وفيها خلل وفيها غياب للعدالة اللي بتخص بالذات اللاجئات. نعم بالتأكيد. إذن اسمحي لي إلى هنا أود شكرك وبركات جهودكم سيدة فرحة أبو الهيجاء رئيسة جمعية كي لا ننسى النسوية في مدينة جنين. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية إنه يعني سلطت الضوء على قضايا النساء اللاجئات. أهلا ومرحبا بك معنا.